مدى خطورته يا دكتور؟ بالنسبة لنا الخطورة الأكبر فكرة إن هو بيتهرب من المناعة، ولا في خطورة بتميز هذا الطفرة الجديدة أو هذه يعني الطفرة الجديدة من كورونا؟ الكورونا الخطورة بتكمن في الناس الأعمار الصغيرة قوي والأعمار الكبيرة قوي وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الأمراض المناعة الذاتية والأصحاب الناس اللي هم ممكن تبقى مناعتهم أقل من المناعة العادية. هو المناعة ما بتعرفش عليه، بس في يعني إحنا ما بتطلعلوش حاجة مخصوص ليه، ولكن إحنا برضو جسمنا عنده مناعة لأي حاجة ممكن تبقى موجودة. يعني إيه؟ في حاجة اسمها مناعة بدائية، أو بتحصل إحنا من أول ما يدخل أي ميكروب، مش لازم الفيروس نفسه، ومناعة مخصصة لهذا الفيروس بعينه. فالمناعة البدائية دي الناس اللي عندهم أمراض مزمنة وكبار السن والناس الكانسر بيشنت وأصحاب المناعة أمراض المناعة الذاتية ممكن للأسف الشديد ممكن يعانوا من هذا. طب يعملوا إيه يا دكتور علشان يكون في بالنسبة لهم وقاية أكبر من يعني لا قدر الله الإصابة بهذه الطفرة في حالة إن هي وصلت عندنا في مصر؟ احنا نرجع تاني لتخفيف التجمعات في الاماكن المغلقه، مهم قوي قوي. طبعا هي كل الدول مفيش حد هيغلق، لان طبعا في خسائر كتيره قوي اقتصاديه حصلت وقت الاغلاق. مظبوط. ولكن الحمد لله مصر كانت من اوائل الدول اللي اتعاملت كويس قوي مع الكورونا، فان احنا ممكن نتعمل يعني تخفيف العماله او تخفيف الجداول العمل او تخفيف التجمعات في الاماكن المقفوله دي، بما لا يخل بنظام العمل او منظومه العمل، ده مهم قوي. الأماكن المغلقة نبعد عنها على قد ما تقدر. الناس اللي هي تعبانة أو عيانة نرجع تاني نقول للشباب الحلو بتاعنا، لو هو عيان ما يروحش لجدته ما يروحش لجده عشان ما يعدوش. برضو أصحاب الأمراض المزمنة لازم يبقى ملاصق للدكتور بتاعه، يسمع التعليمات بالظبط وياخد الأدوية بتاعته بالظبط. طيب دكتور خليني أسأل حضرتك، هل انتشر على نطاق واسع يعني في دول كتير غير الولايات المتحدة؟ هل رصدنا النوع ده في دول تانية؟ لا، هو رصد حوالي 30 دولة على مستوى العالم، يعني في هذا المتحول الجديد اترصد في حوالي 30 دولة. طيب. هي الفكرة مش بس قد المتحول في حد ذاته أو متغير، مش هيبقى آخر واحد. يعني أول ما ظهر الأوميكرون الناس كانت فرحانة إن الكورونا بيضعف وي والكلام ده كله، قلنا مش هيبقى آخر واحد والكورونا مكمل معاه. زي فيروس الإنفلونزا نفس الفكرة بالظبط، الناس ما بتهتمش إن هو المتغير الإنفلونزا حصل فيه التغير إمتى وإزاي وأصاب كام دولة، لكن بيهتموا إن هم يبتدي يطلعوا الأنتي فيروس الخاص بيه، اللقاح الخاص بيه. يعني مفيش حاجة اسمها نهاية فيروس كورونا. ما احنا من الأول قلنا كده، قلنا إن مفيش حاجة اسمه إن هو هينتهي، احنا قلنا إن هو ممكن يتغير أو يحصل متغيرات في هذا الفيروس بحيث يضعف أو أحياناً يكون أكثر شراسة. لو إن المشكلة إن احنا اتفقنا إن البني آدم لمناعته ضعيفة هو بيبقى بؤرة لتكاثر الفيروس، وكل ما تكاثر الفيروس بكميات أكتر كل ما كان عرضة إنه يحصل فيه متغيرات أكتر. يمكن حضرتك لسه قايله لنا الإجراءات الوقائية اللي كل شخص المفروض يعملها، فخليني أسأل حضرتك، هل الإجراءات دي هي كافية للحد من انتشار المتحورات الجديدة؟ يعني احنا شايفين كل الدول تقريبا بتتجه نحو الانفتاح، يعني كان فيما سبق بيبقى في فرض للكمامات مثلا على الطيران على او في كل وسائل المواصلات القطارات وغيرها، حاليا شايفين الدول الأوروبية ومختلف الدول لا بتلغي كل هذه القرارات، فهل في ظل الإجراءات الجديدة دي الإجراءات الوقائية للفرد كافية لمواجهة كل المتحورات الجديدة؟ أنا أشوف إن كل واحد يبتدي بنفسه، ده حاجة صح يعني، ونقلل على قد ما نقدر في التجمعات في الأماكن المغلقة. يعني هو الفكرة مش لازم ناخد أوردرز من ناس أكبر مننا، لكن كل واحد يعمل المناسب بالنسبة له، ومهم جدا إن حد تعبان ما ينزلش من بيته أو يلبس على الأقل ماسكين مثلا لو هيبتدي، وما يقعدش مع حد تحت في مكان مقفول مع بعض. فبالتالي يعني الإجراءات الشخصية الوقاية الشخصية هي عليها عامل كبير، ده شيء احنا طبعا دايما نبصش على الناس تانية، يعني دايما الواحد يبتدي بنفسه أكتر حاجة. لكن هو ما دخلش عندنا في مصر يا دكتور؟ والله يا فندم ما جاش أي، يعني لو بتصرح وزارة الصحة بتقول إن هذا المتغير وصل مصر تمت الإصابة، بس الفكرة في إن احنا في مصر هنا الناس أحيانا مش بتلجأ لإنها تعمل مسحات بي سي آر، فبالتالي مش هتبقى تقدري، ممكن الناس تعدي لحاله الكورونا وما نعرفش.
ان هو عنده هذه هذا المتغير ولا لا. لو ما عملش مسحه مش هنقدر نعرف، يعني لازم بي سي ار، وبي سي ار دقيق كمان عشان يقدر يوريك المتغير شكله ايه.